أهلا بكم من جديد. تهتم جمعية سولين لرعاية الطفولة في عمودة بالحسكة، تهتم بتوفير السلامة النفسية وبيئة سليمة حاضنة لنمو أجيال مستقبلية صحيحة في سوريا. سلامة الأطفال النفسية والجسدية تعتبر من الأمور التي توليها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أهمية كبيرة في هذه المرحلة من الثورة السورية، وانطلاقا من أنه من غير المقبول أن يتعرض الطفل تحت أي ظرف كان لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الاستغلال أو سوء المعاملة، أنشأت مجموعة من النساء في مدينة عمودة جمعية سولين لرعاية الطفولة بهدف تنمية مواهب الأطفال وخلق بيئة صحية لعيشهم. قمنا بإنشاء جمعية سولين للطفولة لكي ندخل بعض البهجة والسرور إلى نفوس أطفالنا، ولكي لا يحسوا بأنهم مغمشين من قبل المجتمع، لأن الأطفال لا يدركون معنى الظروف أو الحروب. لذلك نتمنى جميع المنظمات والأشخاص وكل من لديه يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الأطفال أن يقوم بدعمنا. سولين رعاية الطفولة جمعية تطوعية تعمل لرعاية الطفولة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي وإعداد بيئة سليمة لنموهم، وتهتم هذه الجمعية بفن التعامل مع الأطفال وفق الوسائل التربوية الحديثة وتقديم التوجيه والإرشاد النفسي. فقرات عديدة تنظمها هذه الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الجمعية، من فن العزف والغناء إلى إلقاء الشعر وغيرها من المواهب التي تسعى الجمعية إلى تنميتها والمحافظة عليها في شخصية الطفل السوري. تأسيس جمعية سولين لرعاية الطفولة في مدينة عمودة، أنا بحسب اختصاصي علم الاجتماع والإرشاد الاجتماعي ودور التحليل التربوي، نحاول أن نقدم ما لدينا من معلومات ومخبرات لأطفالنا بأطفال عمودة وهذه الجمعية لكي تقوم بإنشاء جيل أو بيئة سليمة حاضنة لهؤلاء الأطفال من أجل التقدم والتطور. ومع ازدياد متطلبات المرحلة الراهنة في سوريا والمتعلقة تحديدا بالطفولة، يغدو دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تنبه السوريون إلى تفعيلها هاما، ما يساعد على خلق حاضنة جيدة لهؤلاء الأطفال على اختلاف أعمارهم وفئاتهم.